يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل، ما المراد ما هو بهذا؟ بالقراءة، ما هو بالقراءة، صلاة الوتر، هذا الوتر إذا نام عن وتره أو نسيه من الليل فصلاه فيما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر مع شفعه، ما يخليه وتر يشفعه، فيكون قد استدرك ما فاته. نعم. يقول فضيلة الشيخ أما القراءة ليس لها وقت معين، تقرأ القرآن في أي وقت. نعم.